عليكم. صباح الخير. النور. شلونك؟ الله يسلمك. طيب. بسألك يبا فيهني مسجد. مسجد؟ إيه نصلي فيه. هني؟ إيه. ما بيجي مسجد. ها؟ والله مشكلة ما تدري؟ بس في أظن في هناك. بسألك هناك. أنت مو من الرفاع. من الرفاع بس مو أي هنا. إيه. مو أي وايد. زين. يبا أنا عندي لك كم سؤال جاوبني عليه شوية. إيه. هذه اللي في عيني شوي تعبني عيوني شوي تعورني من هالليتات هذه. ايه. شيء يطوف قدامك ما تشوفه. شنو تعرفه؟ شيء قدامك تشوفه؟ ايه. يلا. ايه. عندك ثلاث محاولات. يلا. خيارات يعني؟ إيه خيارات بعد تبي؟ ثلاث محاولات تقول لي فيهم. ها يبا. ما أشوفه يعني؟ إيه. طف جدا. طف قدامك ما تشوفه شنو؟ أحيانا حد طف جدا وأنت تحاكيني بعد. إيه. طف قدامك وأنت ما تشوفني أبدا. ولا تشوفه بعد. إيه. ما تشوفه كله ولا انا ولا انت ولا شيء بس يطوف قدامي ما حد يشوفه كله. ها توكل. الهواء لا يكون الجو. ها؟ يعني الهواء شيء. الهواء؟ يعني الهواء؟ ايه. صح؟ 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 إيه؟ هذه الجائزة الأولى أنت حصلتها من عندي الحين. ايه. زين؟ إيه؟ باقي لك سؤالين. ايه. تعرف تعرف مركز البحرين التجاري إيه؟ العالمي إيه؟ العماره اللي فيها البنكات إيه؟ عرفته إيه؟ متى بنوها تذكر؟ والله ما اتذكر صراحه. قل ليش ما اتذكر؟ اعطيك خيارات يبا. إيه؟ تفكر 2012 و 2010 2008 أي من هالثلاثة؟ إيه. أكيد. من 2008. أكيد. أكيد. إيه. جواب نهائي. نهائي. صح. صح. وأنا أصفق لك والله إني أصفق لك. وأنت نجحت فيها الاثنين هذه. إيه. آخر سؤال. إيه. وإذا جاوبت تحصل هدي الكبرى. سؤال الأخير. الله يحفظك إن شاء الله. متى بدت؟ الخدمة الهاتفية في البحرين. يلا الخدمة اللي صار في البحرين عند الهات والوقت يمشي ترى. خمسينات. 30 ثانية. ايه. خمسينات. في الخمسينات لسعد ماري. تبي خيارات تعطيك يبا؟ ايه. انتوا كلهم متعلمين على الخيارات. ما نعلم. انت اقول لهم هذا وياهم اقعد. إيه. يقول لي بعد عطني خيارات يبا. ايه. بس ما عندنا استعين بالصديق ترى. 1932. 1952. 1972. جواب نهائي؟ ايه. ايه؟ اكيد؟ اكيد. الوقت يمشي يفكر. خلاص اخر جواب لي ها؟ والله احتمال يعني هذا المهم يفكر انه قديم قديم يعني؟ ايه. ثبت؟ ثبت. صح مبروك وتستاهل الهدية الكبرى اللي انت جاوبتها وبعطيك هدية من عندي لك. تفضل. مشكور. شنو هذا؟ هدية؟ أنت ما جاوبت؟ إيه. وأنا أعطيتك هدية وحبيتك إن أساعدك في الهدية. هاي شلون يعني أنت عندك يعني من عندك؟ إي من عندي أنا. أبوي. إيه. أنت معانا الله يخليك تسلم إيه. على الحبة هذه. إيه. أنت كنت معاي في برنامج إيه. تلفزيوني. إيه. زين؟ برنامج تستاهل. وانت تستاهل. ما تقصر. وين تلفزيون؟ ما ادري انا في شيء.
شفت شيء؟ لا. تبي تسلم؟ تبي تسلم؟ وين؟ شوف. سلم عليه. شوف. الشيخ. أبوي شلونك؟ سامحني. شخبارك؟ الله بالخير. شخبارك؟ وسلمك. الله يسلمك. من البحرين ولا وين؟ أنا مدينة منورة. ما شاء الله ما شاء الله هالمدينة. الله يخليك. تفضل شاي قهوة. لا أبد. الله يبارك. عندي لك سؤال بسألك يمكن أبي تساعدني في السم سؤال وهذه. أمر بس خليني. جيب جيب أغراضك جيب هني جيب جيب مني. هاتوا هاتوا مني. ما شاء الله عليك يا أهلا بك ولا صاحب. لا إيه لازم يكون. الأم ساعتها مشهورة. إيه نعم. ولا العير ولا عطى دينار وعطى حلوى بياخذ الحلوى. ياخذ. هذه ما شاء الله ماخذ حق عيالها. إيه حق اليهال ماخذ. ما احنا والله جيلنا كان أيام غير. إيه نعم. التيلة. إيه نعم. القلّة إن شاء الله القديمة. إيه نعم. أنا والله اشتغلت إن شاء الله بس ما أحب العرض. بعني لك كم سؤال. أمر تفضل. لا أمر عليك أنا. تفضل. أبي ساعدني في السؤال اللي بجاوبه. تفضل. إن شاء الله إن الله قدرني. آمين. إن شاء الله. الله قدرني. زين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على محمد. علم البحرين. زين. في خمس مثلثات. صح. اللي هو. إيه. اللي هي أركان الإسلام. يدل على شنو الخمس المثلثات؟ أركان الإسلام. أركان الإسلام. أي. أي. أركان الإسلام جواب أخير نهاية والله أنا اللي عارف هذه ما أدري أنا إيه؟ بس أقول إن شاء الله إن شاء الله جواب نهائي إن شاء الله إن شاء الله صح صح وأنا بصفق لك ما شاء الله يا أبو أحمد ما شاء الله نعم إيه نعم لا والله هذه إحنا لازم نحفظها لازم نعم نعم ما شاء الله نستفيد منك بعد الأشياء السؤال الثاني أول شاعر للرسول صلى الله عليه وسلم من شاعر الرسول إيه؟ حسن بن ثابت تقريبا حسن حسن بن ثابت بن ثابت يمدح الرسول اي نعم ما اعرف اذا هو اول واحد ايام اللي قلت لك انا عنه حسن بن ثابت هو إيه؟ يمدح الرسول كان شاعر هو الرسول ما شاء الله إيه؟ معروف صح صح حصه ما شاء الله عليك سؤالين اللي جاوبتهم لي الحمد لله اي نعم امر السؤال الثالث ان شاء الله لا الله قدرك ان شاء الله قبل ما اسالك السؤال الثالث طلبت. أشوفك يعني تعطي هدايا حق اليهال أنا شوف جدي وجد جدي ما شاء الله متوارثين إيه؟ إيه نعم إذا نفرح العيال يقول لك اللي فرح صبي فرح نعم 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 هذا وياه نفس الشيء بروح نسوي بعد نفس الشيء ما يعني ما أكذب عليك مو مجاملة نعم قال له في جيبي دينار إيه؟ ما أكل في شيء لا أشتري حلاوة أعطي فرح هديد عمري حبيبي إيه والله الله يخليك ويطول عمري حرك يوم ست أنتر يوم منام يوم في أي مكان تحط غرفة زين مهما يكون يعني هو اخر سؤال سبع ايامك تفضل ان شاء الله عاد الله يقدر لك شنو البيت زين اللي ما فيه دريشه ولا باب بيت شعر ها بيت شعر بيت الشعراء بيت الشعراء ولا بيت الشعر ولا لا والله ما شاء الله عليك والله أنا أحس أنا مستانس وياك لما أنا شفتك قاعدة توزع من هالشكل اللي أنا حبيت إن أنا أناديك أنا والله شرف المدينة إن سبحان الله واحد بس بكرة يقول لي إيه؟ إن هذا ولد المدينة بس نعم. أنا أبغى تذكرون المدينة بخير والله حتى أمر نعم. عليهم أقول لهم إيه؟ شملة فرجلة إيه؟ عشان ما ينقص عندي ثلاثة إبلم ثلاثة أربعة إبلم وإذا نقص والله أرجع مرة ثانية لا صاد 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 سبحان الله واحد يسوي الخير وجل له زين أنت جاوبت على أسئلة إن شاء الله وهذه عندي لك جائزة والله عمي ما لا لا عمي لا تردني يعني الرسول شنو المناسب الرسول صلى الله عليه وسلم ما رد الهدية ترد الهدية شنو المناسب ها؟ لا ما رد طبعا بس خلاص شنو المناسب أنا حبيتك إني أنا شفتك توزع على اليهال وهذه وهذه وأنا مثلك ترى أنا ترى مثلك مثلك وأنا أوزع طب خلي حق واحد لا أحوج مني والله عمي هدية هذه ذكرني فيه دائما الله يبارك إيه والله, والله انا ما احب يعني اخر شيء بالمقابله خلي على الله زين انت معانا يا ابو بقول لك أمر. في برنامج رمضاني زين تستاهل الله يبارك ان شاء الله وانت تستاهل الله يبارك فيك ان شاء الله انا والله توقعت ان في شيء لا. لكن انا والله احب اشارك ما احب اخذ هدايا لان في ناس لا لا أحوج. انا احب مثل ما انت تحب انا احب زين عندي انتم تصورون ولا كذي من غير تصوير ها من غير تصوير في تصوير شوفك ما
مشكور يبا. السلام عليكم. السلام. بخير. شلونك؟ الحمد لله. وانت مستعجل؟ والله اني مستعجل. ليش؟ الوالد هناك هي وجدة. ما علي حبيبي. بعطيك سؤال وبعطيك هدية وانت تمشي. يا هلا اي نعم. ما دام ساعتني وما قصرت وهذه. اي نعم. السؤال الأول. تفضل. حط بالك معي. يلا. أين تقع مدينة طنجة؟ مدينة طنجة؟ اي. المغرب. المغرب؟ المغرب؟ أكيد؟ إن شاء الله. إن شاء الله. صح؟ صح. صح. وأنا بعد بصفق لك لأنك فزت في الأولية. السؤال الثاني. دع الوالدة هذه الله يخليها لكم إن شاء الله. آمين. إيه نعم. مدينة زايد في البحرين متى أنشأت؟ مدينة زايد في البحرين؟ إيه. زايد المفروض في الإمارات. ها؟ مدينة. مسمينا مدينة. مدينة. منطقة مدينة. مثل منامة، مثل محرك، مدينة زايد. متى انشأت؟ تذكر؟ لا ما عندي. ما عندك معلومة فيها. أعطي خيارات؟ تفضل. يلا. 1997 2000 2003 يلا الوقت يركض ويمشي. نقول خير الأمور الوسط. أين خير الأمور الوسطة؟ أي من هي؟ 2000 أي. أكيد؟ ماني متأكد. جواب نهائي؟ إن شاء الله. 97 باقي واحدة لك. غلط. 2003 بس ما قحصت عليه. شو بتحصلها؟ آخر سؤال حبيبي. شنو أطول نهر في إيطاليا؟ يلا ثقافة. أنا أحب الحلوين اللي يعرف المثقفين يعني. أطول نهر في إيطاليا. يلا تلمي. You can. If you speak English, يلا. إن شاء الله. If you speak English, me speak English. تعطينا خيارات عليها؟ بعد خيارات. نهر الراين. نهر إيش؟ نهر التايم. تايم هذا في بريطانيا. في بريطانيا دي؟ إيه. تايمز. هو نفسه. مرة ثانية. نهر. نهر الراين. الراين. أوكي. نهر التايمز. تايمز اوكي. نهر ايه البو. عايده ولا اوكي عرفته؟ لا واضح. واضح. راين والتايمز. يلا. تايمز ما هم من ضمنهم. ايه. بقينا بالراين والبو. البو. ايه. If you can. اذا مشينا على نفس سؤالك اللي قبله نقول ايه. الجواب الثالث. الجواب الثالث اللي هو ألبو. نهر ألبو. نهر ألبو. ألبو. أصلا ضيعنا الله يرضى عليك. أكيد. أكيد. نقول إن شاء الله. إن شاء الله. جواب نهائي. إن شاء الله. صح. ممتاز. صح. مبروك. 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 تستاهل. هذه الهدية لك من عندي لك. تستاهل. جزاك الله. انت تستاهل. جزاك الله خير. ما قصرت. انت معاي في برنامج. اي. تستاهل وانت تستاهل. ما شاء الله. اي نعم. جزاك الله خير. دع الوالده ان شاء الله بخير وصحه والعافيه. جزاك الله خير. زين في برنامج في كاميرات شيء؟ بدون كاميرات؟ والله شوف يا عم انا شفت المايك. هاي مايك؟ هاي مال تليفون مالي. إيه أكل ما أدري وين كان هذه وهذه كاميرا شوف أوكي سلم عليه سلم